الناس بعدت عن الدين، ما فيش دين. صار المهم عند الناس انه والله انه هذا دخل الجامعة، مش مهم مبدأ الأخلاق والدين والتربية والهذا. هي الجامعات الأردنية مش كأردنية، يعني انه دخل علينا عناصر من برا، عرفتي كيف؟ فصار المجتمع بشكل عام فيه عنصر الفساد، هو منتشر بشكل عام. ان التجارب اللي بنشوفها وبنسمعه من الشباب كمان فمنتشرة اكيد. لأن كل يوم بمسكوا عصابة، وهذه كل يوم جاب على التلفزيون كمان أكثر من 500 طالب بتعاطوا. إذا على فئة قليلة يعني الداخل جديد من الطلاب، أما لا ما ظنيت لا. أما ممكن في محلات تانية غير الجامعات منتشرة بين القهاوى الصغيرة، هاي اللي بيعوا القهوة ممكن. نعم صحيح. نعم صحيح. شو السبب؟ أحكيها بصراحة، سياسة الأمن السهلة الموجودة في البلد. هذا السبب الرئيسي، يعني لو في امن صح كان ما بصيرش اللي بصير. جزء منها منتشر، نعم جزء منها منتشر داخل الجامعة. داخل الجامعة نعم، لانهم طلاب كلهم مراهقين يعني، وعرض ازياء، لانه نعم عرض ازياء، لان الجميع عرض ازياء بس مش اكثر، وبدخنوا دخان وكله مشكله. والله حسب ما بسمع منتشره، بس مش بكثره يعني، بس انها منتشره نعم، هيك بسمع انا والله بالضبط. أما بكثرة لا، حسب ما نسمع أكيد منتشرة يعني للأسف، لأنه البيئة اللي بنشأوا منها الشباب للأسف بيطلعوا من البيت ما في رقابة، ولما يروح البيت ما في كمان أي متابعة من الأهل، فأكيد يعني بدها تنتشر بكل سهولة، وخصوصا السجاير أكثر إشي منتشر بنسمع عنها إحنا بين الشباب. طبعا أكيد السبب أنه ما في انضباط، يعني معظم ما في يعني خلينا نقول تكتل أمني من ناحية المخدرات، لأنه في يعني تسيب كثير، وفي يعني ما في يعني متابعة للموضوع بشكل عام، وأكثر من مرة يعني بيحاولوا إنهم يسووا كفالات للشخص اللي مثلا ألقوا القبض عليه، بيسووا له كفالات، فلذلك لازم يأخذ حق العقوبة. يعني القانون صريح، يعني إذا بتحاسب أول مرة يعني بنحبس وبقعد فترة طويلة حتى يتأدب، مرة ثانية خلص يعني انت ما بعيدها. نية والله في الحقيقة أنه الفترة الماضية أنا سمعت جديد، يعني بالجامعة ما شفت إشي زي هيك بصراحة، بس حس حاليا عن جد منتشرة، يعني بس مع خاصة بالجامعات الخاصة كثير شغلات منتشرة هاي. دنيا والله أنا سمعت أنها منتشرة. شو السبب؟ أكيد عدم الوعي من الأهل أنهم يوعوا طبعا أبنائهم، وبعدين أكيد في المصروف الزائد عندهم محتار وين يروحوا فيه. أكيد وين مكان السبب، لأنه طلاب يعني ومصاري زيادة، فاهم علي؟ والمخدرات كمان معبي البلد كثير، في مخدرات، وأكثر يعني المحبيس في سجون خاصة المخدرات، يعني تقريبا 70% خلينا نقول من السجون مخدرات. أعتقد منتشر بالجامعات. نعم صحيح. السبب قلة الوازع الدين تقريبا. أكيد والله أنا آخر خبر سمعته أنه في كم هائل من الطلاب بتعاطوا المخدرات في الجامعات. أكيد الفراغ، النظرة المحبطة للمستقبل، كل هذا بيؤدي لهي القصة. والله منتشر 100% هذا أنا متأكد منه، أنا أولادي في الجامعة وبعرف الحكي هذا. طبعا هو العيش الحياة الرغيدة والحياة العكسها، نفس الشيء بيسوي لإدمان مخدرات.